في الحقيقة طبعا تشرفت اليوم أنا بإلقاء كلمة الكويت ممثلة في كلمة مجلس الأمة حول دورنا كبرلمانيين في الحد من الأسلحة النووية. طبعا البرلمانيين لهم دور كبير في عملية أيضا سن القوانين والتشريعات اللي تخدم أيضا شعوبهم في الحد من الأسلحة النووية. طبعا كانت كلمتنا واضحة أن احنا كدولة الكويت من الدول الداعمة لأي معاهدات أو قرارات تتخذ في الحد من انتشار الأسلحة النووية. وأيضا ركزت في كلمتي على أن يعني منطقة الشرق الأوسط وخاصة يعني الكويت جزء من الشرق الأوسط، هناك مخزون كبير يعني في من الأسلحة النووية، وخاصة طبعا يعني موضوع إيران والأسلحة النووية. أيضا تطرقت إلى إذا تطوير إسرائيل دائما في ترسانتها النووية، وبالتالي هذا راح يكون الخطورة ليست على الشرق الأوسط وعلى دولنا في الخليج وإنما على العالم كاملا. فالكلمة يعني لاقت استحسان الجميع، وأيضا طالبت إخواني البرلمانيين أن يكون لنا دور أيضا في مراقبة حكوماتنا في عملية أيضا تقيدها في التزاماتها في المعاهدات الأصل، وأيضا محاسبة هذه الحكومات إذا قصرت أيضا في عدم التقيد بتنفيذ قرارات واتفاقات الدول. وركزت أن الكويت من الدول الأولى والداعمة دائما في المشاركة في مساهماتها في الحد من الأسلحة النووية.